واصل. البلدة مش كبيرة كبيرة، متوسطة. صباح الورد للناس الورد، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. هذه بحيرة شيلرسي جنوب شرق ميونخ، من البحيرات الجميلة. هذا اللي في القلعة، مجموعة من الحيوانات البرية، الطيور. هذا الذيب، يا ليتك حي كان قطعتك. الزهليقة الجميلة قريبة من متحف الكريستال، قريبة من القلعة. وهل الزهليقة تميز انك تجلس عليه، ما تريد تطلع فوق، بروحها هي تطلعك فوق وتنزلك تحت بروحها كهربائيا، يعني بروحها تطلعك فوق، ما يحتاج التلفريك يوديك فوق. والمطعم هناك، بعض الالعاب حق الاطفال. هذه طبعا 4 كيلومتر عن متحف الكريستال. بعطيكم الاحداثي، هاي المجاري. نرجع للاسم مره ثانيه حق اللي بيستخدم الجوجل ماب. هذه الاحداثيات مره ثانيه، الزهليقه والقلعه ومتحف الكريستال. حياكم الله وبياكم. هذه مدينة كيلهايم، بس أنا ما زرت المدينة. السفينة في التحرك بعد شوية. هذه السفينة تمشي تبحر 70 دقيقة فيها النهر، والدخول ب10 يورو للشخص الواحد. بس بعدين بنروح المدينة. المدينة اسمها كيلهايم. هذا النهر، نطلع فوق الدك. هذه مدينة كيلهايم إن شاء الله بعدين. هذا الاسم.
هذه، هذا مدخل مدينة كيلهايم. يلا ندخل إلى المدينة. بعد ما دخلنا المدينة، بلدة صغيرة طبعا لكن مرتبة. وصل تصويرنا. طبعا محاطة من كل صوب بوابة على كل الأماكن. وصلنا في مدينة كيلهايم الألمانية. أحلى أحلى مسألة للناس الحريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة ألمانية جديدة ألا وهي إنجلوشتات، وأشهر ما فيها المدينة هاي الأوتلت اللي شمال ميونخ اللي اسمه إنجلوشتات. خلال هسه الشهرين اللي طافوا فتح هذا بريمارك، فتح جديد هنا في المدينة، طبعا في ميونخ في كل مكان في أماكن كثيرة، وهذا محبوب الشعب على ما يسمونه، عنده أغراض ملابس وغير الملابس بأسعار مناسبة جدا. عموما أنا سكنت عند محطة القطار بعيد شوي من هني. هذه محطة القطار تميز المدينة هاي إنها يعني إذا بتمشي لها يبقى لك 25 دقيقة لين توصلها، بعيدة عن المدينة. هذه إنجلوشتات الألمانية طبعا، يتردد على ألمانيا بالذات يعني بكثرة يعرف هذا شو. هذا أي شيء تحتاج تلقاه، أي شيء إلا تذاكر السفر. أنا مسمينها هاي القراشي مال ألمانيا، تلقى عندك كل شيء القراشي إلا تذاكر السفر. الشمس على يميني وفي حالة غروب، شمس سوية ما تقدر تفتح عينك فيها. شي أقدر أصور مما الصوب هذا ما تقدر تصور إلا تدخل في الظلة. البلدات الألمانية صراحة حلوة، مثل الفرنسية مثل السويسرية، مثل يتفننون في العمارة في الألوان في
الحق ما تلحق قبل الله تغيب الشمس. الحق ما تلحق الحق ما تلحق. مشكورين مشكورين يا على كل الكلمات الحلوة اللي توصلني منكم. حياكم الله وبياكم. بنزور حين أوتلت إنجلوشتات اللي شمال ميونخ. هاي طبعا احنا زرناه من قبل لكن ما في مانع نروح بكم في قرية إنجلوشتات. كانت لي زيارة قبل سنة ونص أو سنتين صورته، لكن ما في مانع أنا الحين في القريب منه وما في مانع أن نصوره قبل لا ننزل إلى ميونخ. طبعا اللي يكون في ميونخ يا إخوان عنده فرصة كبيرة. ميونخ نفسها مدينة تسوق، فيها سناتر، فيها شوارع تسوق، لكن اللي يحب يوصل هالمكان هذا شيء ثاني. ولا كم ميونخ صراحة ما يعلى عليها، اليوم صارت أهم مدينة في ألمانيا اللي هي ميونخ بالنسبة لي أنا، بالنسبة حقي أنا، مدينة علاج، مدينة تسوق، مدينة والمدينة اللي أقرب للأماكن السياحية الجميلة في النمسا ألا وهي ميونخ. طبعا نواصل تصويرنا. جيمي شو، هذا جيمي شو مصمم من المصممين، قبل كان يشتغل مع ديور نفس الشركة، لكن بروح سوى له ماركة. الأوتلت يحتاج إلى تكبير، يعني بحجم نفس الحجم هذا يبغي لها تكبير. هاي زاوية الزهور. هاي هني الجلسة،
يوصل لنا كاكاو بس دلات كاكاو. ستاربكس أول مرة يفتح في إيطاليا في ميلان، الحين فتح بس من كم من شهر، رفعوا عليه شكوى، الناس رفعوا عليه شكوى أن الكوفي مالك غالي بالنسبة للأسعار اللي موجودة في ميلان. هذه أول شكوى تيهم، ما كملوا 3 شهور من فتحوا الكوفي. من الأوتلتات الجميلة يا أخوان في ألمانيا اللي هي اللي جنوب شتوتغارت، قرية ميتزيغن، أوتلت قرية ميتزيغن، بعد من الأوتلتات الجميلة في ألمانيا اللي دائما أنصح الناس اللي حوالين شتوتغارت أن يزورونها. واللي يكون في بادن، بادن على بعد 15-16 كيلومتر، أوتلت داخل الحدود الفرنسية روبنهايم، اسمه روبنهايم، بعد أوتلت حلو جميل للطوفونة اللي في بادن بادن. الأوتلت مثل ما أقول لكم صغير نوعا ما، احتاج إلى تكبير. ميسيوني صاحب الألوان الغريبة، يدخل ألوان صراحة بس ألوان متناسقة دائما. هذه مزرعة وألعاب خارج ميونخ، أنا مريتها من فترة، قالوا بعد أسبوعين بنفتح، خصوصا اللي عنده أطفال. مكان حلو خارج ميونخ، مطعم بنتمشى وياكم. الأرانب حرانين. هاي طبعا مكان موسمي، مو بكل طول السنة مفتوح، الشتاء يبندون. المزرعة في الخلف، نطلع من المرة. هني المزرعة على الامتداد، هاي هني الأمول دقيقة مشي. الأوتلت السري هني قريب من هاي المزرعة. هاي الأوتلت السري، شو الأوتلت السري؟ أنا حاطنه مصور إنه حاطنه في القناة، الأوتلت اللي قلت لكم عنه. لازم تروحون بجواز ولا بأي دي، لازم تكون معاكم بطاقة شخصية تثبت. خارج ميونخ هذاك، هذا البيع الذاتي، بروحك تشتريه. أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بلدة صغيرة جدا قريبة من مطار ميونخ تسمى إيردينغ، وهذه من البلدات اللي أنا دائما أنصح اللي عنده رحلة مبكرة ويبغي فندق مناسب أرخص عن فنادق المطار، إيه على بعد دقائق بالسيارة إلى مطار ميونخ. بلدة إيردينغ بلدة شوفوا فيها مطاعم، فيها كوفيات، وقريبة جدا من المطار. أنا سكنت اليوم فيها الفندق الأزرق ستادت هوتيل سنجل روم كوين سايز بسعر 330 مع الافطار. طبعا ما في موقف سيارات، وتوقف هني في الببلك المواقف العامة. اسمحوا لي الشمس في وجهي، يمكن التصوير ما يكون لين هناك، لكن بالطريقة هاي اوكي. مثل ما اقول لكم بلدة صغيرة جدا
وأنا بكرة بسلم السيارة في المطار الصبح، لأن بكرة عندهم احتفال اللي يسمونه احتفال البيرة اكتوبر فيرست. نحن اليوم تاريخ 21/9/2018، درجة الحرارة حاليا 18. الصبح طبعا والمساء تكون باردة، وفي النهار توصل في 26-27 في ميونخ ومجاورها. هذا محل من المحلات، شوف شكله كيف غريب، محل ملابس رجالية نسائية، تصميم عجيب. كاتدرائية المدينة، يلا هنطلع من البوابة. ساحة السورين، الساحة الرئيسية في المدينة، نواصل. حياكم الله وصبحكم الله بالخير. هذا متحف الأودي، طبعا متحف السيارات القديمة بدون الحديثة، وفيه السيارات الكرفانات القديمة كذلك. هني مطعم بوفيه، كوفي حلو. هني تسليم السيارات بعد الصيانة، وهذا هني إذا تبغي تطلب سيارة جديدة ولا شيء، الماركتينج هني أسوب. وهذا المصنع من خلف، يعني طبعا معاه المبنى هذا من خلف مصنع سيارات أودي. هاي طبعا في انجلشتات، ولا الشيء الغريب انك تدخل المتحف باثنين يورو فقط. آلية العام، لكن كان عندهم احتفال ومسكرين الميوزيوم، والحمد لله السنة الحين توني واصل كل شيء مفتوح. يلا معنا مع بعض، يلا نزور المكان وراي واحد واحد. آخر شيء القسم اللي تبغى تشتري حاجة ذكرى من أودي. سيارات صغيرة، ملابس، وهني مطعم كوفي وبوفيه على كيف كيفك. ننتقل إلى السيارات الحديثة. تبغي تشتري سيارة، هذا القسم تشوف السيارة اللي تعجبك. طبعا مقابل كل هاي في مكان واحد. مجموعة من الملابس
الخاصة بشركة أودي، تذكارات كذلك. هذا مجسم هذا قسم السيارات الحديثة. والمصنع في الخلف. كوفيات كل مكان، حاجة راقية جدا. هاي تشيلها معك في الشنطة يوم تسافر. أنواع الكرفانات القديمة، شوفوا طبعاً. هذا مصنع الأودي جنب المتحف، وهذا كله في إنجلشتات، مدينة إنجلشتات شمال ميونخ، 90 كيلو تقريباً. وتقدر تزور المتحف هذا، وتقدر تزور الأوتلت وانت راجع لميونخ. كذلك إذا عندك أطفال تقدر تزور حديقة الديناصورات قريبة من هنا. لما تشتري أي حاجة ألمانية، سواء في الإلكترونيات، السيارات، في اللمبات، فأعلم أنك تشتري حاجة يعني فوق الخيالية. الاحتياجات العسكرية الألمان في كل صناعاتهم يهتمون بأدق التفاصيل. هي الأودي الكواترو، الثمانينات والتسعينات، هاي ظني أول سيجارة صنعوها. Thank you.
اليوم الجمعة وجمعتكم مباركة إن شاء الله. تاريخ 21/9/2018، درجة الحرارة تراوح بين 18 و20. نصبح عليكم بهالأطلالة الحلوة من قرية غريندلوول السويسرية، وهذه الجبال الثلاث اللي لها قدسية خاصة للناس اللي ساكنين حواليهم: إيجر، مونج، جونفرو العذراء. هاي لهم قدسية خاصة للناس اللي ساكنين حواليهم. هاي طبعا أنا من ناحية فندق أسبن، وفي بعد التقاطة حلوة من الناحية الثانية، الناحية العكسية، بس إن الشمس الحين معاي تساعدني في الالتقاطة. هذا فندق أسبن والأربع نجوم اللي دايما أنصح بقى أكثر الناس يجونه. مكان حلو وهادي وعلى مرتفع للشخصين في المعدل 1100-1150-1100، موقف السيارة مجانا مع الإفطار 1100 درهم. أنا أتكلم ترى للشخصين. فندق جديد ونظيف، وفندق اسمه بعد جديد من تقريبا من 3 شهور مفتوح. أنا كنت باسكن، قالوا لي بنفتح عقب 4 أيام مرة من المرات. اسمه فندق غلاسي، فندق غلاسي، بس هذا قريب من السيتي سنتر. هذاك بعد حلو جديد نفس القيمة تقريبا. من هالزاوية هاي قشتات سويسرا، ما زلنا في عمق الريف السويسري، وبلدة قشتات مشهورة جدا، منتجع شتوي ويونها الأقنياء والمشاهير في الشتاء للألعاب الشتوية. الفنادق الكبيرة والمحلات الماركات تفتح في تقريبا 4 أو 5 شهور في السنة، أيام الشتاء وأيام الثلوج وأيام تواجد الغطاط السمان. تكون خلية نحل في الشتاء، أما في الصيف تكون هادي وأغلب المحلات تكون مسكرة، والفنادق الكبيرة، محلات غصتي مال الماركات. هذه هي قشتات، كذا مرة صورناها. قريب من المكان هذا النهر، هذا السكن، نهر الحلو، تقدر تسوي عليه رياضة، تقدر تتمشى.
من بحيرة الأسماك اللي توني كنت فيها، وأنا متجه ناحية الغرب إلى قرية أو إيو. بعدني ما وصلتها طبعا. نحن حين في شرق النمسا، هذا المطعم يلسات، هذا المطلع. ننتقل إلى الجزء الثاني، هذا القسم الثاني. يا عيني عليك، يا عيني عليك الأميرة، أميرة الأميرات النمسا. هذا الحداثي مطل بعد بحيرة السمك اللي المكان اللي أنا فيه. هاي مزرعة الفراولة والتوت في مدينة رادفيل. هالمدينة كأنك طالع من إنسبورغ ورايح سالزبورغ. هذه المزرعة على حسب شو الموسم موجود يزرعونه، شو الموسم موجود يزرعونه. مسوي المحل هني، شو بعدين بس بشوف، أبغيكم تشوفون العلامة. هذه العلامة وقت ما يكون فراولة فراولة، ما يكون توت توت، وقت ما يكون هالشكل. هاي العلامة، هذا حاليا المعرض. شو اللي تبغي تاخذه تشتريه، شو اللي تبغي، كل شيء عليه علامته، تحط البيزات في هذا المكان. هذه المنتجات الموجودة حاليا. مرة ثانية، هاي ثلاجة، صباح الورد للناس الورد. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. هذه بحيرة شيلرسي جنوب شرق ميونخ، من البحيرات الجميلة. من البحيرة بحيرة تيغرنسي اللي تبعد 50 كيلومتر عن ميونخ، وقريبة من بحيرة شيلرسي، وقريبة من باد تولز. طبعا هالبحيرة في أجزاء مني وفي أجزاء منك. أنا صورت الجزء اللي مني وصورت الجزء اللي منك. من الأماكن، من الأماكن الجميلة اللي واحد إنه يستحق إنه يزورها. فيها مطل حلو، وإحنا أنا متجه إلى خوانق. الخوانق أول مرة بتجه لهم، بزور. لكن بالعموم تيغرنسي من البحيرات الجميلة جدا جدا، وأكبر عن شيلرسي بعد.